أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لبنان اليوم. لم يسجل أي خرق في جدار الأزمة الحكومية في عطلة نهاية الأسبوع، وفيما مسار التفاهمات معطل، لازالت الشروط المتبادلة على حالها، وكذلك أجواء التوتر والخطابات المتشنجة بين الأفرقة. انطلاقا من الواقع المأزوم، برزت دعوة البطريرك المالوني مار بشارة بطرس الراعي من الشوف لقيام حكومة طوارئ حيادية. رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رد على الدعوة في تغريدة له قال فيها: كم بليغ وحكيم كلام البطريرك الراعي بالدعوة إلى حكومة حيادية لمعالجة الوضع بعيدا عن السجالات. في المقابل، العامل الاقتصادي أصبح ضاغطا والمشاكل الاجتماعية والمعيشية تتفاقم. ومن سلبيات المراوحة الحكومية عدم إقرار الموازنة واحتمال العودة إلى الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية مطلع السنة الجديدة. وفيما السلطة التنفيذية معطلة، يعمل الرئيس نبيه بري على عقد جلسة تشريعية. من المراوحة الحكومية نبدأ هذه الحلقة مع ضيفنا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب الدكتور ميشيل موسى. أهلا وسهلا فيك. شكرا. يعني طبعا الواقع الحكومي بيفرض نفسه اليوم بعد 4 أشهر على التكليف، لا بوادر حلحلة. والصيغة التي قدمها الرئيس سعد الحريري، يعني أبدأ الرئيس ميشيل عون ملاحظات عليها والأمور يعني وقفت عند هذا الحد. برأيك اليوم هل في بوادر حلحلة أم أنه العقد لا زالت على حالها؟ لا، لحد اليوم لا قاعد على حالها للأسف. يعني مع كل التواصل اللي عم يصير بين الفرقة وكل الجهود اللي عم تنحط، بعدها واقفة الأمور على حالها، وهذا أمر مؤسف، لأنه اليوم كل العالم والوطن والمصلحة العامة بتطلب أن يكون في جهود كمان طبعا. أكبر. المهم أنه نوصل لهدف الأساس اللي هو تأليف الحكومة. مش ممكن يعني أنه كمان ما بيسوى أنه البلد بظروف هالقد صعبة يبقى بهال، لكن لحد اليوم للأسف هالموضوع ما صار وما في شيء، يعني أي مؤشر بدل أنه في تقدم على صعيد تأليف الحكومة عن اللي كنا فيه لحد هلا. الاتجاه لحكومة وحدة وطنية، ولكن بالأمس برزت دعوة الراعي لحكومة طوارئ حيادية لمعالجة المشكلات. برأيك اليوم بلبنان بينجح أي يعني صيغة من هذا النوع، أم نحن عن جد بحاجة لحكومة وحدة وطنية؟ شوفي، في حال يعني عامة وقت اللي بيكون في أزمات سياسية كبيرة، وقت اللي في هذا التباعد السياسي بين الفرقاء، واللي شفنا قديش هالبعد عم بيصير أكثر وأكثر، يمكن عم يتعمق بدل ما يقرب بواسطة التواصل اللي عم بيصير بين الفرقاء، لابد من تنبيش عن مخارج اخرى. وانا بقدر انه سيدنا البطرك يعني عم بينبش عن مخارج يعني ايجابيه ومفيده للوطن. الهدف مثل ما قلنا هو تاليف حكومه. طيب اذا اليوم بالامر التقليدي بتاليف الحكومات ما ماشي الحال، لابد من تنبيش عن مخارج يعني اخرى من اجل تاليف هذه الحكومه، ان يكون هناك حكومه، خاصه انه نحن بظروف استثنائيه من الناحية الاقتصادية، الإدارة، الأمور المعيشية للناس. صحيح. مشكلة الإسكان منا هين، المشاكل الاجتماعية الأخرى منا كمان، يعني ما كله بجر بعضه وغله مناخ واحد. طيب أنا بقدر أنه بهيك ظروف وبهيك إرباك باللعبة السياسية لابد من تنبيش عن مخارج ومقاربات غير كلاسيكية، غير اعتيادية لظروف غير اعتيادية أصلا عم نعيشها. وبالتالي أنا الطرح بشوف أنه يعني وجيه وجدير، لكن أنا بعرف كمان أنه من الصعوبة بمكان اليوم بظل هيك صراع صحيح على حصص وعلى يعني تقاسمات معينة، أنه يتنازل الجميع عن الحصص، أنه يكون في تنازل كامل لصالح وضعية معينة، مع أنه يريد بتصير هالأمور. لأنه أنا بقول أنه إذا بتكون في حكومات مصغرة، وهذا رأي شخصي عم بقوله، فيها شيء من التقني، هذا امر يعني جيد، تكنوقراط او يعني حدا يكون بكل الاحوال بيعطي صدمه ايجابيه للخروج من هذه المقاربه الكلاسيكيه اللي شفناها بالفترات الماضيه كلها. صحيح. واللي ما اعطت نتيجه كبيره، واللي يعني عم تكون كمان تعطيل من قلب السلطه التنفيذيه. تماما. يعني حدا بيقول له ابيض تاني بيقول له اسود، وبالتالي خلينا نخرج لصياغ تاني. لكن انا بعرف كمان انه نحن من صعوبه مكان انه يروحوا لهذا المنح. نعم. اليوم الأزمات برأيك اللي من الأول لهلا يعني بعدها هي نفسها وتعقدت أكثر، هي بس عقد داخلية أم أنه بتخفي وراء عقد أكبر إقليمية وصراعات؟ ما حدا من اللبنانيين إلا بده يفكر في يعني تدخل خارجي، لأنه على الدوام وتاريخيا بكل المفاصل الكبرى والأساسية والاستحقاقات المهمة كان في تدخل خارجي بالسياسة اللبنانية. 2
نحن اليوم بظروف صعبة جدا إقليميا يعني بالمنطقة بالفعل. العربية كلها، وبالتالي هذا الصراع العنيف اللي عم بيصير واللي هو جزء منه كبير صراع عسكري وطبعا سياسي وسوف تتبع السياسي بكل الأحوال يعني بهذا أكيد. الأمر إيه بده يفكر الواحد أنه لبنان تحت هذا التأثير يعني الإقليمي، خاصة أنه بلد يعني صغير يتأثر بهذه المواضيع، وبلد عنده مواقفه السياسية المعلنة الفرقاء عم بحكي، وبالتالي إيه ممكن يتأثر بهذا الموضوع. لكن لحد اليوم وبي يعني ما يقوله على الأقل المسؤولين المباشرين أو المتعاطين المباشرين بالتأليف الحكومي، لا عم بيقولوا أنه العقدة هي عقدة محلية قد تضخم بالعلاقة الخارجية أي أن تكن هذه العلاقة، لكن عم بنقال أنه على الأقل هن شعور ومعرفة. صحيح، الرئيس قال أكثر من مرة أنه العقدة هي مرتبطة بالمطالب المحلية، ورئيس مجلس النواب أيضا أنه الأمور داخلية وبالتالي علينا حل هذه الأمور بالداخل. فبالتالي هذه مسؤولية ما فينا نحطها على الغير، طالما أنه هذا يعني المعلومات والمعرفة أو الشعور موجود، وبالتالي علينا على الأقل واجب، نحن واجبنا مضاعف يعني، واجبنا نحل مشاكلنا، واجبنا نقنع الآخرين الداعمين أنه والله مصلحتنا ومصلحة البلد هيك. صحيح. وبالتالي ما فينا ندل بس نعمل مصلحة الآخرين ومصلحة البلد ضايعة بهالأمور هي، وبالتالي بالفعل. لابد من جهد داخلي بهالموضوع. يعني اليوم تحدثت الصحف على أنه ممكن مفادين دوليين يزوروا لبنان بالأيام المقبلة، مفاد فرنسي أو غيره، ليشجعوا اللبنانيين على ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة، لأنه في مقررات مؤتمر صادر بدها سلطة تنفيذية للترجمة. يعني برأيك إلى أي مدى ممكن نراهن كمان على نصيحة دولية؟ خلينا نقول طبيعي. شوفي، نحن يمكن اليوم صرنا للأسف يعني بحاجة لأي شيء، بس مؤسف انه يكون قلب الخارج علينا ونحن قلبنا على الحجر. وبالتالي لا، انا بقدر اللبنانيين عم يخطئوا، عم بحكي انا عن كل الفرقاء السياسيين في لبنان. مؤسف انه كل مره ما ننطر استعاني بصديق مشان يخلصنا من مأزقنا بالوقت اللي هذا امر يعني بلدنا ووطننا، وفينا نلاقي قواسم مشتركه، ما نحن شاطرين بتدوير الزوايا والقواسم المشتركة. ومعروف بلبنان يعني تاريخيا هذا الربع ساعة الأخير اللي هو إعادة توزيع المغانم والمحاصصات باللحظة الأخيرة بعد ما تستنفد التشنجات بين الفرقاء، وبالتالي شو عم ينعمل يعني، أنه بالآخر خلينا بالآخر هذا بلد، وخلينا نعطي رسالة لكل الناس اللي عم نطلب منهم يساعدونا، مش بس بتأليف الحكومة، عم يساعدونا بالمؤتمرات اللي عم تصير من أجل الدعم الاقتصادي للبنان من سادر وغيره. وبالتالي نعطي هالرسالة للخارج انه نحن شعب واعي وشعب قادر وشعب تعلم من تجاربه، وما بحق لنا بعدين نقول انه ما بنعرف، لا بنعرف وين بتوصل هالمواضيع الى شلل كامل بالبلد. وبالتالي علينا ان نبادر وبالسرعة اللازمة لانه تأخرنا كتير على كل استحقاقاتنا، واليوم نحن امام استحقاق تأليف الحكومة، وبالتالي على الجميع اليوم عدم الانتظار والمبادرة. هلا اي مساعدة بتجي من الخارج من ناس بيحبوا هالوطن وشايفين صيغته قديش هي مهمة وعندهم علاقات تاريخية فيه، فهذه شغلات مرحب بها، بس نعم. الأساس نحن، القبول عنا بالفعل. والخلاف عنا والتواصل عنا والربع ساعة الأخير عنا، وبالتالي فليبادروا يعني ما بصير هيك. يعني الرئيس نبيه بري أكثر من مرة، رئيس المجلس، حذر من المماطلة بتأليف الحكومة ومن عدم تأليف حكومي بسرعة لمواجهة التحديات، ولكن تحديدا مما يتخوف الرئيس بري، هل هي الوضع الاقتصادي المعروف، الوضع المعيشي، أم أنه ممكن ارتدادات لحروب معينة بالإقليم أنها ترتد على الداخل اللبناني؟ شو اللي أكثر شيء مخوف الرئيس بري؟ كل هالأشياء عامة يعني نحن بمنطقة عم تغلي، ومنطقة بعدها بفترة الحمل العنيف يعني اللي الحمل العسكري إذا بدك، اللي ما وصلنا بعد للمرحلة السياسية الفعلية من أجل بالفعل في معركة الحلول. إدلب لأنه بالآخر كمان في حل سياسي بده يجي، مثل ما صار بحرب لبنان ومثل ما صار بكل الحروب، وبالتالي نحن قد نكون أمام مرحلة بعدها بعيدة شوي من أجل إنهاء هذه الحروب. طبعا مع العلم أنه يعني أهم شيء نتمنى أنه توقف الحرب، لأنه بالفعل. حرب مكلفة دمويا و وبنية يعني بالدول السورية والدول العربية الأخرى، وطبعا تداعيات على لبنان اللي هو ملف حملونا ملف أكبر بكتير من قدرتنا على كل الصعود الاقتصادية والعسكرية والاجتماعية، يعني هو عبء النزوح يعني بالدرجة طبعا أولى. طبعا. وبالتالي يعني نحن يعني بنتمنى أنه الحل هذا السريع يجي. دونك في عنا مخاطر المشاكل بالمنطقة
ولبنان جزء يعني له انه يتحمل التداعيات بشكل صحيح. او باخر يعني ما انه عايش بجزيره معزوله يعني بالنتيجه تماما لبنان موجود يعني بقلب هذه المنطقه وبضائعنا وكذا مساحتها الاكبر هي المنطقه العربيه بالفعل. وبالتالي نحن عم نتاثر بهذا الموضوع اضافه للملف النزوح الكبير على لبنان لكن ايضا يعني ملفاتنا الداخليه اليوم يعني معلش انه الاقتصاد منه منيح هذا امر ما عادش خافي على حدا يعني احنا فينا نقول انه الحمد لله النقد بعده محافظ على مستواه لكن اقتصادنا منه منيح وما حدا بيتمنى انه يبقى بهالوضعيه بالانكماش بالاستثمار بالبطاله اللي وصلت لنسب كثير عاليه بالشؤون الاجتماعيه وحكينا عن المؤسسه العامه للاسكان يعني وهيدي هذه بتهم كل الناس مفترض الطبقه الوسطى والمدن يمكن كمان لاول مره بتصير واللي عم من بصير سنوات طبعا واللي ما عم بصير من وراها مشاكل اجتماعيه كلنا بنعرف بمناطقنا قديش حجم المشاكل الاجتماعيه للناس اللي بدها تتزوج او تسكن او يعني تقعد بمساكن لائقه اضافه لكثير من المشاكل اليوم للفساد والهدر بالدوله اللبنانيه ما بدها ضوابط طيب ملف المهجرين اللاجئين السوريين ما بدنا نواكبه مع المجتمع الدولي بده يساعدنا مقترح روسي ملف بدنا نواكبه ملف السادر المؤتمر اللي صار ما بده يتواكب بجمله مواضيع او كله ما بدهم حكومه بس السلطه السياسيه اليوم في لبنان هي مش وزراء مجتمع هيك دستورنا وبالتالي انه قديش عندها مهمات هالحكومه تتواكب هالمحطات الاساسيه حتى تضبط الاداره وتعطي الرسائل المطلوبه منها للمجتمع الدولي اللي بده يساعدنا اقتصاديا طيب انه اذا مش هلا وقت الحكومه الفعليه فعلا يعني يكون عندها قرار ويكون عندها قدره مواكبه لكل هالمواضيع امتى شو عم نعمل بحالنا ما بيصير وبالتالي ايه في مخاطر كبيره من عدم تاليف هذه الحكومه لانه نحن بوضع استثنائي ولانه نحن بدنا مقاربه غير استثنائيه بتاليف الحكومه ايضا لانه هذا الوضع لا يجب وما ممكن انه يستمر ما في مصلحة أنه يستمر بهالطريقة قبل ما أختم الملف الحكومي يعني اليوم الرئيس الحريري اللي سمته كتل نيابية كبيرة ووازنة وكان في تقريبا يعني رقم كتير كبير اليوم برأيك في محاولات لإخراج الرئيس الحريري واستبداله بشخصية أخرى أم أنه لا اليوم في حاجة للرئيس الحريري تحديدا للاستقرار المحلي أنا ما بقدر أنه في يعني أي محاولة وإذا كان عند بعض يعني الناس قد يكون بعض المحاولات ما رح تنجح لأنه الأكثرية الكبيرة اليوم متمسكة بالرئيس الحريري لأنه يعني يمثل وضعية وازنة بطائفته لأنه يعني سموه كل هالنواب ليش بده يتغير هالموضوع وعدم تأليف الحكومة بالسرعة اللازمة مسؤولية الجميع مش مسؤولية شخص ولا فريق سياسي مسؤولية الجميع الكل مسؤول اليوم والكل يعني مطالب بأنه يساهم ويتنازل عن كل واحد عن عرشه هيدي منا أملاك خاصة هي دولة وبالتالي الكل اليوم مسؤول عن هذا الموضوع أنا ما بقدر أنه في شيء يعني له علاقة مباشرة برئيس الحريري بقدر ما هو اليوم في واجب وطني عند الكل أنه يتفضلوا نحن هيدي منا أملاك خاصة هي دولة بدي أعتذر منك بدنا ننتقل لمجلس النواب للاستماع إلى تصريح رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان بعدما استمع إلى وزير المال علي حسن خليل حول الوضع الاقتصادي والمالي كنا استمعنا إلى رئيس لجنة المال النيابية النائب إبراهيم كنعان بعد لجنة المال ونعود لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب دكتور ميشيل موسى أهلا وسهلا فيك مشددا شكرا موقف لافت بالأمس كان للنائب أنور الخليل حمل يعني بشكل مباشر رئاسة الجمهورية مسؤولية التعطيل والمطالب الحكومية يعني على رغم أنه هو رجع ووضح وقال أنه الموقف هو موقفه الشخصي ولكن اليوم إلى أي مدى هذا الموضوع يعني بالنسبة لكتلة التنمية والتحرير عم بيكون في تحميل مسؤولية شوفي يعني واضح أنه الوزير أنور الخليل يعني وضح هذا الموضوع صحيح. لأنه الكتلة إذا عم شيء بدها تقوله ككتلة فبتقولوا باسم الكتلة وخاصة بعد اجتماعاتها الدورية اللي عم بتصير وبالتالي هذا موقف الوزير وأنا بدي أقول لك شغلة بس يعني الوزير أنور الخليل من الناس اللي شيوخ المجلس فعلا يعني بالحكمة والهدوء بالفعل بالتشريع والمعرفة والتشريع يعني بده يكون في عنده أسباب كبيرة مخليته يوصل لهالحد من قول الأمور فنحن طبعا نحترم رأيه هو شيخنا
لكن طبعا هذا رأي شخصي، وضحوا هذا الموضوع. نعم. بكل الأحوال. بالفعل بالفعل. رح ننتقل لموضوع التشريع. يعني الرئيس نبيه بري أكثر من مرة تحدث عن وجوب عقد جلسة تشريعية، وأنه رح يدعي لجلسة تشريعية في كتير مشاريع قوانين مهمة للبنان، منها الشفافية بقطاع النفط والغاز، ومن الوساطة القضائية اللي أقرت مؤخرا. هل في يعني دعوة لجلسة نهاية هذا الشهر؟ إيه، يعني الاحتمال الأكبر، وبقدر أنه شبه أكيد، يعني في جلسة آخر الشهر سوف يسبقها طبعا يعني بالأيام القليلة مكتب مجلس. نعم، لوضع جدول الأعمال، وبالتالي الرئيس بيعلن بالوقت اللي بيلاقي مناسب بهذه الجلسة، بس الاحتمال الكبير أنه يكون آخر الشهر. يعني اليوم مجلس النواب اللي انتخب، ما في كمان إذا في مؤسسة معطلة بسبب تجاذب السياسي أو بأسباب أخرى، ما في، هذا مش سبب أنه نعطل مؤسسات أخرى. يعني في مؤسسات بدها تمشي بالآخر، لأنه هذا بلد وفي دولة وفي مؤسسات عندها دور يعني تقوم فيه. وبالتالي في خاصة في كتير من القوانين اللي خلصت باللجان، واللي خلصت باللجان المشتركة مؤخرا، وبدها إقرار. يعني ما في كمان مجلس نواب بدل بانتظار مطلق. يعني إذا كان دستور اليوم مش واضح ببعض النقاط، بس هذا ما بيعني أنه يتعطل أو تتعطل بشكل غير يعني مباشر اللعبة الديمقراطية ولعبة المؤسسات بالبلد. يعني مؤسسة بتعطل مؤسسة، أمر مش مطلوب، خاصة أنه كل الفرقاء بدوا يشاركوا. ما هني كل فرقاء الحكومة، ما هني فرقاء مجلس النواب بالآخر، ما كلهم مشاركين هون وهون. وبالتالي هذا الموضوع يتبع إلى النقاش كما هو العادة بالجلسات العامة لمجلس النواب، بعد ما درست هالأمور باللجان من قبل كل الفرقاء أيضا المكونين أو الممثلين في اللجان. وبالتالي بصير في نقاش بهالموضوع، وبصير في تبني القوانين حسب الأصول من كل الناس الموجودين. يعني ما لا يستثنى أحد من هذا. نعم. الواقع. وبالتالي إيه، لابد من أن يكون هناك جلسات عامة، والرئيس بري سوف يقوم بدوره والمتوجب عليه. نعرف تيار المستقبل بمرحلة معينة ما بيحبز يعني عقد جلسات تشريعية بظل حكومة تصريف أعمال، وبمرحلة معينة كان عنده رأي بهذا الموضوع. اليوم هل صار في تفاهم مع الرئيس الحريري حول حضور كتلة المستقبل؟ أكيد صار في تشاور مع الرئيس الحريري وتبادل. هلأ الرأي النهائي بهالموضوع ما يعني الرئيس الحريري بيعلنه يعني بالوقت اللي لازم يعلنه فيه، لكن بدي أقوله اليوم أنه يعني المبدأ ذاته أنه اليوم ما كل الناس المسؤولين مجلس النواب، في الواحد يجي ويعبر عن رأيه بهذا الموضوع بأي قانون، بس مش ممكن يعني او مش مقبول انه مجلس النواب يقعد يتكتف لفتره طويله من الزمن ولا محدوده وما يعمل شيء. يعني اذا الدستور غاب عن الدستور، يعني بعض الامور اللي ما كان ممكن يلحظها ببلدان العالم وبلد مثل، بس انه بلبنان انه مثل انه طيل فتره تاليف الحكومات. أوكي. اشهر ما حدا بده يغير شيء بهالموضوع، لانه هذا الدستور طردناه وماشيين فيه وما بتغير فيه شيء، لانه اذا بده ينفات على التغيير فتحت محل تاني وصلنا محل آخر. وبالتالي أوكي، بس أنه هذا مش معناته أنه منعطل مجلس النواب بقوانين كبيرة، وكل العالم الممثلة بالحكومة وسوف تمثل بالحكومة هي مثلا مجلس النواب، ما هن ذاته. نعم، يعني تشريع الضرورة هالمصطلح يمكن مش بالضرورة تشريع الضرورة. خليني أتوقف عند هالكلمة. نحن ما عم نحكي فقط عن تشريع الضرورة، عم نحكي عن مادة 69 اللي بتفتح دورة استثنائية صحيح بشكل او باخر لمجلس النواب، وعن قوانين موجوده وعن عدم تعطيل مؤسسه. حتى نعم. نكون بس واضحين. يعني تشريع الضروره هو اصلا مصطلح نحن ابتكرناه يمكن لخصوصيات معينه، وهو بالدستور ما بيتحدث عن تشريع الضروره، بالعكس هو تشريع يعني كل الامور هي ربما ضروريه وملحه للناس. كله صار ضروري هلا ببلد يعني للاسف، وبقوانين من الاهميه بمكان ما فيها تتاخر. رح نتابع مع حضرتك ورح ننتقل لمواضيع متعلقة باللجنة وبكل الملفات اللي كنت عم تتابعها، ولكن بعد التوقف مع فاصل إعلاني قصير ونعود، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، نتابع هذه الحلقة مع ضيفنا رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب دكتور ميشيل موسى. أهلا وسهلا فيك مجددا. شكرا. كتير ملفات تبعتها بلجنة حقوق الإنسان، كنت رئيس لجنة حقوق الإنسان بالدورة السابقة وأيضا في هذه الولاية للمجلس، تبعت كتير من المواضيع ومنها طبعا موضوع الاكتظاظ السجون، ملف السجون، عملت أكثر من جلسة عن الموضوع،
وأصدرت توصيات. اليوم دائما نسمع أنه بدنا نعمل مبنى جديد للسجون، نعالج الاكتظاظ، بدنا نسرع المحاكمات، ولكن على الأرض بالواقع كله بيكون يعني وعود لا تترجم. برأيك أين الخلل اليوم؟ شوفي، يعني بالسجون في كثير من الاشياء اللي بينحكى عنها واللي عم ينحكى عنها من سنوات طويله من الزمن للاسف، وما كثير عم يتقدم. في شيء صار اكيد تقدم، انما تقدم بطيء. المطلوب اليوم اكثر من هيك بكثير. انا بقدر المشكل الاساس بيبقى يعني امرين: الاكتظاظ وانتقال السجون كما هناك مرسوم، يعني كان حدد مهل معينه الى من وزاره الداخليه الى انتقال اداره السجون. الاكتظاظ له سببين كبار. السبب الاول الاماكن، يعني اليوم سجن رومي ينعمل سجن بهديك الفترة يعني نسبيا حديث ليساع 1300 سجين. طيب اليوم في 3450، وصل أوقات لل 4500 ويمكن 500. عدا عن الفضيحة بالتلزيمات يعني. تماما، عدا عن مشكلة التلزيمات والفضيحة بالتلزيمات، واللي عم نطلب من وزارة الداخلية أنه تزودنا بنتائج التحقيق اللي عملته بهذا الأمر كما وعد، يعني انه ينعمل تحقيق من وزاره الداخليه. دونك الاكتظاظ، وهذا بيعني انه يكون في سجون جديده لتتمتع. يعني اليوم في عندنا سجنين جديدة في لبنان، رومي وزحلي، والباقيين كلهم في 23 كلهم نظرات، يعني مش اماكن سجن طويل، يعني هذه سجن مؤقت بانتظار تحويله الى سجون. نعم. لانه ما في سجون، في اكتظاظ، وعندنا بلبنان شي حوالي 6600 سجين، يعني معدل المساجين في لبنان. وبالتالي لابد من ان يكون هناك سجون، وخاصه بالمناطق. اول شيء هالسجون تنبنى ضمن المواصفات اللي تتيح لهالسجين يكون انسان. نعم. ومعايير كان التزم فيها لبنان، انه في محل للنزهه، محل يشوف الشمس، محل للمشاغل لحتى يقدر يتعلم مهنه، ما يطلع انسان حاقد بدون عمل على مجتمعه يرجع يعني يعمل ريسيديف. لكن تم تحديد يعني الاماكن اللي حين بنى فيها السجون؟ في مكانين كانوا معينين، لواحد مجليه وواحد بجنوب الكفور. هلا الخرائط خالصين مبدئيا، ومفترض مجليه انه يبلشوا فيه، بس انه للاسف صار هالكلام عم نسمعه من فتره طويله. من عائق مادي او عائق سياسي؟ عائق مادي، يعني بده عائق مادي، انه بده امكانيات لحتى ينبنى السجون. وبالتالي الهدف هو تخفيف الاكتظاظ باماكن، بالتالي القدره على اول شيء ضبط الامور امنيا اكثر، اثنين انه تقدر تسيسر هالمساجين وتعيشيهم بمكان يعني هن ناس، وبالتالي انه يطلعوا بالاخر مش حاقدين على المجتمع. صحيح. اثنين بالمناطق هذا بيقرب الاهل ليزوروا سجنهم، يعني سجينهم ما بينقطع عن الدنيا، يعني بالاول بيزوروا يمكن كل جمعه مره مرتين، بعدين كل شهر، بعدين كذا، بعدين بينسوا يمكن اوقات، انه لانه في تكلفه كبيره بالنقل. اكيد. وفي عذاب، يعني بتضيعوا كل النهار بالاجراءات والمسافة الطريق وكذا، بينما بالمناطق بدل فيها التواصل بين السجين وبين أهله، بالآخر هذا إنسان. اثنين، في يعني في عنا ثقافة السجن بلبنان، وهذا أمر مؤسف. يعني المفروض اليوم القضاء كمان يعني يداوي هذا الموضوع. عم تحكي عن توقيف الاحتياطي دكتور؟ توقيف الاحتياطي طبعا، يعني طولة التوقيف الاحتياطي. صحيح. اثنين، السرعة بأخذ القرار بالتوقيف الاحتياطي. ثلاثة، ما في عند الأحداث كمان يعني أمور بيقدر يكلفوا فيها الحدث أنه يعمل الخدمة الاجتماعية بأماكن معينة، خاصة الأحداث، عوضا عن سجن، بينزلوا فيها العقوبة بذات الوقت بيتأهلوا. تماما، بيتم تأهيلهم. وبالتالي يعني في عدة طرق، يعني اليوم مطلوب من القضاء يعني يشتغل أكثر بهذا الاتجاه، كما أنه مطلوب من الداخلية ومن الدولة اللبنانية أنه بناء هذه السجون، تخصيص الأموال من الدولة، تخصيص الأموال لبناء هذه السجون. بيبقى قصة موضوع الانتقال، انتقال له فلسفة اللي هو انه هذا الامر امر مدني اكثر ما هو عسكري، مع ابقاء الحراسة والسوق، يعني نقل المساجين الى المحاكم بأهل القوى الامن الداخلي، لكن هذا يتيح لوزارة العدل الشراكة مع وزارات اخرى، من الصحة للشؤون الاجتماعية للعمل للصناعة للمؤسسات العسكرية، انه تنسق بكل هالمواضيع. تحدد 5 سنوات بمرسوم معين انه الانتقال، ما صار شيء، وكانه كل واحد متخوف يعني من هذا الموضوع الجلل، يعني اللي ما بده اياه انه لشو بيتعب، لكن في امر موجود. صحيح. في الدوله بدها تتصدى له بشكل او باخر، وبدها تعالجه بالشكل الصح.
فعلى امل رح نتابع نحن. في عندنا كمان البطء بالمحاكمات كمان اللي بيؤدي لاكتظاظ السجون. تماما. يعني الوساطه القضائيه المشروع اللي اقر مؤخرا الى اي مدى ممكن يعالج مساله؟ هذا امر من الاهميه بمكان، وهو تنفيذ الاتفاقيه الدوليه بهذا الخصوص اللي ممكن يكون في حلول يعني حبيه تتخطى المسافات القضائيه الطويله والمكلفه من الاخر كمان يعني تحط محامين وكذا والاخر. وبالتالي مثل ما في محاكم عمل تحكيمي، محاكم عمل تحكيميه او مجالس عمل تحكيميه صحيح بالمناطق يعني عم تحل مشاكل كثير. يعني اليوم اذا حلت عدد نسبه مئويه معينه من هالمشاكل عم نخفف ضغط عن القضاء وعم نحاول نحل حبيا نوفر على الناس الوقت والمال. نعم. كمان موضوع آخر يعني عم ننتقل بالمواضيع لنكسب الوقت، يعني الإجراء الأمريكي الأخير بوقف تمويل الأونروا اللي هي بتعنى باللاجئين الفلسطينيين بلبنان. عنا بلبنان مخيمات عديدة للاجئين الفلسطينيين، شيء طبيعي يصير في تأثير سلبي وتداعيات سلبية، وآخر الشهر حذرت أصلا من عدم يعني توافر الأموال اللازمة. كيف رح يكون تداعياته على لبنان؟ كيف رح نقدر نواجهه؟ ما في شك أنه في تداعيات على لبنان، لأنه لبنان بلد مستضيف لي عدد كبير من الفلسطينيين، وبالتالي الأونروا كان يحمل يعني جزء من العبء لهؤلاء الناس تعليما وصحة بالفعل وشؤونا اجتماعية. وبالتالي رح يكون في مشكل يعني، وتعودنا أنه المشكل وقت كلهم بيرفعوا إيديهم عن الموضوع المجتمع الدولي توقع الأمور عند الدولة المستضيفة يعني بالآخر، كأنه نحن بالفعل حددنا هالمواضيع أو جبنا أو عملنا المشكل اللي خلى هالكم من النزوح. لكن أنا بدي أقول أنه معيب اليوم أنه المجتمع الدولي اللي بيحكي بالقيم وبيتعامل معها عند ما بده، القيم الفالور يعني أنه الديمقراطيات والأخلاقيات وحقوق الإنسان وكرامات العالم وكذا، أوقات كتير بتغير هالمجتمع مش نعرفه يعني بتغير علينا. وبالتالي أنه هل يجوز اليوم أنه مأساة بهذا الحجم واللي هي مأساة يعني دولية سياسية صراعات هالقد حجمها كان لطيارة الفلسطينيين من أرضهم، وما زال هذا المشروع يستكمل إن كان بالحط إيد على القدس العاصمة لإسرائيل وإن كان بقانون يهودية الدولة العبرية اللي هو علامة يعني مؤسفة وسودة كتير بالقرن 21، أنه أمر بدمة المجتمع الدولي أنه كيف بده لازم يتعاطى مع الموضوع بشكل معيب. يعني هالموضوع يصير بهالشكل. طيب اليوم عم نيجي نحرم هؤلاء الناس اللي هن بالانتشار وبالشتات بكل الأماكن عايشين حالات فقر، عم نيجي نحرمهم أقل مقومات الحياة من خلال تبرعات بعقاب سياسي لقياداتهم؟ عن جد أمر مش ما حدا في يتصوره كان. بس للأسف وكأنه العالم صار هيك، والعالم يعني صراع ديوك هالقد مفتوح بمصالح كبرى ومعش حدا سائل عن الناس وعن الإنسان وعن كرامات وعن القيم، كله عم بينبش على مصالح آنية لدوله، وهذا أمر مؤسف. مطلوب اليوم من المجتمع الدولي أنه إذا أمريكا بدها تاخد هذا المنحة لأنه عنده قرار بهذا الموضوع، مطلوب من المجتمع الدولي اليوم أنه مجرية طبعا ويقوم بالواجب بهذا الموضوع. وعم نحكي عن أقل شيء. نعم، المجتمع الدولي يعني اللي بيبقى الدول الأوروبية ويبقى كمان الدول العربية تقوم بدورة بهذا الموضوع. أولا الدول العربية اللي هني معنيين أكثر من كل الناس بهذا الموضوع، أنه طبعا تفضلوا يعني بهالموضوع أنه يعني شوي بلا كم صاروخ بالفعل ونشوف الناس، لأنه الأموال اللي عم تندفع على الحروب ومليارات الدولارات اللي عم تندفع على الحروب من قبل الجميع ممكن أنه جزء منها يتمول لا دعم الأونروا. ولكن اليوم إلى أي مدى هذا القرار، يعني حضرتك حكيت عن الشق الإنساني ولكن بالشق السياسي، إلى أي مدى يعتبر مقدمة لتوطين النازحين بالبلدان المضيفة؟ رمزية يعني قصة القدس وعاصمة أنه نقل العواصم على أنه العاصمة الأمريكية على القدس وبيكون عاصمة فلسطين الدولة اليهودية، يهودية الدولة. نعم. التشريعات اللي عم تتاخذ، التشريعات اللي اتاخذت أصلا من فترة كلها ضمن صفقة العصر، الخوف أنه هذا كله مش الخوف يعني الواقع أنه كله هذا عم يعمل تقويض للوجود الفلسطيني المتنوع مسيحيين ومسلمين بفلسطين وبالقدس بالتحديد، تقويض هذا الوجود وخلق حالة من الترانسفير. طيب إذا عم تخلق حالة من الترانسفير شو صار بحق العودة اللي هو أساسي بكل الاتفاقات اللي انعملت مع صحيح بين مع الفلسطينيين؟
انه مطلوب اليوم شطب حق العوده والترانسفير، كمان هذه علامه كثير سيئه. وبالتالي لا، في تخوف من هذا الموضوع. مطلوب اليوم انه هالموضوع ما في كفي بهالطريقه، شوفوا شو بده يعملوا يعني. نعم، نحن بالقرن 21. نعم، موضوع اخر كمان بدي اتابع مع حضرتك، وهو القانون يمكن رقمه 220 الذي يعنى بحقوق اصحاب وذوي الاحتياجات الخاصه بالوظائف، ان كان بالقطاع العام وان كان بالقطاع الخاص. كمان اوصيته بلجنه حقوق الانسان بترجمه القانون، ربما 17 او 18 سنه على اصدار هذا القانون. هذا صدر بسنه 2000، بسنه 2000 220 على 2000 رقمه. وانا يعني فخر لإلي كان، وأنا من الأشياء اللي بعتز فيها أنه أنا كنت وزير الشؤون الاجتماعية وكنت وراء يعني إقرار هذا القانون بمجلس وزراء ومجلس النواب. تقول أنه هذا القانون يسعى إلى دمج المعوق في المجتمع، وهذا أقل شيء بيتقدم لهؤلاء الناس، دمجهم بالمجتمع من خلال كل مناحي المجتمع. نحن ركزنا بالجلسة الأخيرة على موضوع، طبعا في أشياء يعني عملت بمراسيمها التنظيمية، وفي اشياء كثير بعد ما انعملت، عم نحكي بحاجه يعني الى مراسيم تطبيقيه، يعني على الاقل من الاشياء المهمه. اي طبعا ما انعملت مراسيمها التطبيقيه. من الاشياء المهمه انه تاهيل كل المباني العامه، صحيح، الحكوميه خاصه، للوصول لحتى يقدروا يوصلوا المعوقين. اثنين، يعني خلق صندوق خاص للمعينات، مسميات معينات حياتيه لهؤلاء الناس، الحق في العمل. صحيح. اللي هو يعني وصلت الامور الى 3% بالقطاع الخاص والعام. عملنا اجتماع الاخير من حوالي شهر، انه هذا الحق بالعمل، هذا الحق بالعمل من اهميه بمكان، بمعنى انه يعيد كرامه لانسان بيصير منتج وقادر انه يقوم باعمال. يعني اذا واحد عنده بالفعل مشكل بعضم من الاعضاء، بس ما هو حقه الطبيعي يعني انه يشتغل، ما قادر يقوم بالعمل يعني باعمال متعدده، وبالتالي بكون عم بيحقق ذاته أكثر من خلال استقلالية مالية وعلاجية طبية عم ياخدها. بالفعل. عم نوفر عن صندوق، يعني صندوق وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية، يعني عم تحاولوا لعامل منتج، لأنه هو عم ياخد ولا منتج عم ياخد معاش وعم يدخل بالضمان يعني كأي صحيح. إنسان آخر بهذا الضمان. بالتالي عم نوفر على الدولة بكثير من مؤسسات الرعاية تبعيتها. اثنين، عم نعطي إمكانية لهالإنسان يبرز طاقاته وقدرته ويندمج بمجتمعه، يعني بالتالي انه هذا الامر. طيب هذا القانون ما تنفذ لحد اليوم، باخر اجتماع اتفقنا انه ينعمل لجنه من وزاره من مجلس الخدمه المدنيه ووزاره الشؤون الاجتماعيه تعطينا تقرير بثلاث اشهر كيفيه يعني الاتفاق على صيغه من اجل كل المباريات اللي بتنعمل بالدوله، كيف بيدخلوا بهذه المباريات تحقيقا ل حق بالدخول بوظائف الدولة بنسبة 3%. يعني مع الأسف القطاع العام قبل ما يكون القطاع الخاص، وما تماماً في هيدا يعني النسبة. خلينا إنه القطاع العام هو الأهم اليوم، لأنه هيدا مسؤولية الدولة بالآخر اللي حطت القانون بالفعل وبدها تنفذه. لكن كمان يعني مطلبنا أو مطالبتنا للمجتمع للقطاع الخاص إنه كمان يتأيد بهالقانون. بس خلينا بالأول الدولة ملش تعطي المثل، والقطاع الخاص يعني في بعض المؤسسات اللي عم تتعاطف او عم تتعاطف عم تطبق هذا القانون، ما انه تعاطف، هذا تطبيق لقانون لحق لهؤلاء الناس. لكن مطلوب اليوم بس انه بده يصير يعني الكلام بهالموضوع اكثر بالقطاع الخاص بعد ما نمشي بموضوع القطاع العام. طبعا يعني هي القصه عند السلطه التنفيذيه انها تنفذ القانون يلي صدر. تمام. وبعد ما حكينا عن حقهم السياسي عم نحكي عن الحقوق البديهيه بالعمل وبالتنقل، بعد ما حكينا عن حقهم بالمشاركه بالحياه السياسيه كمان، يعني هذا حق يعني مفترض انه يعني فينا، يعني هذا مثل حق المراه يعني كمان بالمشاركه. هذا موضوع لازم يكون يعني بلش نتخطاه بشكل جدي وفعلي، وطبعا هذا متعلق بالاخر بعلاقه بين القدرات اللي بيعطوها وبين قناعة الناس بهالموضوع. هذا رح يجي، بس انه بالاول بشيء البازيك، يعني شيء الاساسي لهذه الشريحة العزيزة بالمجتمع. نعم، رح اختم الحلقة مع حضرتك بموضوع النازحين السوريين. يعني كنا شفنا المقترح الروسي، ربما يعني شهرين مضى على المقترح الروسي، تشكلت هذه اللجنة او انحكى عن تشكيلها، ولكن على الارض قعدات خجولة عم ترجع هي عبر الامن العام اللبناني وليس من خلال المقترح الروسي. اليوم اين الخلل بالمقترح الروسي؟ شوف، ما في خلل بقدر ما هو في نية بهذا الموضوع، وانا بقدر
انه يعني مؤسف انه ما يكون في عندنا حكومه تتواكب هذا الموضوع. نعم. بالطريقه اللي لازم تواكب فيها، بالزخم اللي لازم تطالب فيه، اللي بيحضر السوق بيع وبيشتري بالفعل. يعني اذا حدا عم يشتغل عنا نحن ما بيكفي، في قرار سياسي بده يطلع لمواكبه هذا الموضوع من الدوله اللبنانيه اللي هي معنيه بهالموضوع اكثر الناس. شوفي يعني بتعرفي يعني سوريا اليوم يعني المكان بده يرجعوا عليه صارت مرتع دولي يعني او مكان كل الدول عم تتصارع فيه بشكل او باخر. هذا الموضوع بده تسويق يمكن مع الفرقاء الاخرين، يعني وكانه عندي انطباع انا انه الامريكان بمحل، يعني انه ايه كلنا بدنا نعمل لجنه لكن الامريكان بتفكيرهم بمحل او بشروط معينه، وغيره من الفرقاء يعني كل الفرقاء المشاركين كل واحد عنده أجنته إذا بدك صحيح. أو طريقة عمله بهذا الموضوع، لابد من يعني من 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 خلق بروسيدور، من خلق طريقة عمل لهذا الموضوع من أجل الشروع بهذه العودة. اللي في كمان بسوريا اليوم أماكن كتير يعني بعض الصراع ما انتهى نهائيا، واثنين في أماكن كتير محطمة، بس إنه بدأ خطوات أولى. طيب هذه الخطوات الأولى أنا بشوفها إنه هذا على الأقل هذا سبب كتير مهم انه يكون في عنا حكومه لحتى نقول شو منا، لحتى نواكب، ولحتى نعرف كيف ننظم يعني هذه المواضيع ونقول راينا ونخفف هذا العبء الكبير اللي فوق طاقتنا على التحمل. نبلش بخطوات اولى واساسيه من اجل تخفيف هذا العبء عنا، واللي كمان مش عم يسمح لنا هودي الناس حقهم كمان يعيشوا بكرامه وعلى ارضهم. الكرامه جزء كبير منا هي الارض، الانتماء، وبالتالي ايا يكن الخلاف السياسي اليوم بالاخر بيخلص وبصير في وطن واحد وبالتالي انتماء واحد، وبالتالي حقهم انه يكونوا بدولتهم. بس كيف يعني انه عملنا هيك اذا بدك اليات كبيره، بس انه مين السلطه، مين القرار، وين بده يتاخذ؟ مجلس الوزراء. وين مجلس الوزراء للاسف. نعم. شكرا لك، شكرا لحضورك معنا دكتور ميشيل موسى في هذه الحلقه. مشاهدينا وصلنا الى ختام هذه الحلقه، شكرا للمتابعه والى اللقاء.